اسرع امراض الاطفال اول حاجه بيجي العيال باستمرار ايه؟ نزلات البرد. تلاقي العيال بترشح باستمرار وعندها سوء. اول حاجه نعملها لها ان احنا ندفيها. عندنا في البيت عسل نحل وعندنا شويه ليمون وشويه بتاع ده هو لبان ذكر، بحط معلقه لبان ذكر في ميه واسيبها، شويه ليمون معلقه، وبعدين بمجرد ما الرشح يقل اخلي العيال في شمس. لو انا عندي ابني بيرشح لسه، عندي بيرشح او سخن او كذا او كذا، مش شرط نديله خابط حراره في خابط حراره في خابط حراره وبعدين. لكن انا لو خليته يجري في الشمس ويلعب ساعه، اقسم بالله العظيم لو لعب في الشمس ساعه الرشح يقف وزوره واللوز وكل حاجه كثر. جربنا الشمس، انا جربتها مع الاولاد، الولد ده تعبان وده تعبان، خليهم يجروا في الشمس شويه. اقسم بالله العظيم ان الاطفال لما بتجري في الشمس بيكره الضوء، تلاقي العيل دايما مقفلين عليه في اوضه ضلمه لانه ساعات جسمه احمر وكذا وكذا. المفروض ان احنا عندنا تحصينات فاكسينيشن اجينست اللي هي الايه؟ الحصبه دي الميسلز، صح؟ لكن في بعض الاطفال رغم التحصينات بيجيب، يبقى ده هيقعد في البيت، حاجه خفيفه كده، ميه بنشا ولا حاجه بمسح له جلده بالراحه، شويه زيت زيتون بالراحه عشان جلده يخف، معلقه عسل كل ساعتين ثلاثه مع نقطتين ليمون، وهو سيلف ليميتد. يعني ايه سيلف ليميتد؟ يعني المرض يحدد نفسه بنفسه، مفيش حاجه اسمها علاج حصبه، انما في سيلف ليميتد. يعني ايه؟ مرض بياخد وقته ويمشي. زي مين؟ زي ابو اللقين، او بيسموه ايه؟ بيسموه ورم الغده النكفيه، ما هو برضه فيروس انفكشن، بيسموه المامبس، وساعات بيسموه المون فيس، وساعات بيسموه وجه القط. فتلاقي الغدد مورمه كده والعيل عامد. ده ماله ده؟ سيلف ليميتد. يعني ايه سيلف ليميتد؟ يعني بيحدد نفسه بنفسه. يعني كده 20 30 يوم حافظ على الطفل وحاول تشوف ايه اللي عنده بالراحه، ومعلقه عسل كل ساعتين مع قطره ليمون، طبق سلطه صغير لغايه لما يعدي المرحله ويشفى. ايه العلاج بتاعه؟ نو ميديسن، مفيش. غير. عندنا الترجيع المستمر. الترجيع المستمر بيبقى عيل كل حاجه مش نظيفه، وساعات مع المدارس في بعض الامهات بتدي الاولاد مصروف وبتديهم سندوتشات، العيال ما بيحبوش السندوتشات يروحوا ياكلوا بقى، يعكوا اندومي، يعكوا مش عارف حاجات معلبات، يعكوا مش عارف ايه، يجي لهم تسمم غذائي، يروحوا البيت يرجعوا. اخر واحد كان بيرجع دم، طفل عنده 4 سنين بيرجع دم، نجري بيه بالليل الساعه 2 3 على المستشفى، المستشفى ونعمل منظار، ليه يا عم وعنده سيروزس وعنده ليفر سيروزس ولا عنده دوالي مريء ولا عنده كانسر؟ ما عندوش ده كله، انما المصيبه انه ممكن كل سمك فالسمكايه فيها شوكه جت في زوره عورته. احنا ما بنتكلمش كده، دي نعمل منظار، نعمل سونار، نعمل اراجوز، نعمل يا عم بالراحه وراح، ده طفل صغير لسه ما وصلناش للنكد ده، وده سيلف ليميتد. يعني هو يوم 2 3 لو بقى كويس، بس احنا عندنا ناس هسك. طيب عندنا كمان غير الترجيع الام المفاصل. العيل ممكن يمسك التليفون المحمول فتره طويله، خلي بالك معايا، وما ينامش كويس وما ياكلش كويس، ويفضل يعمل لغايه ما من الصداع يصدع ومفاصله توجعه ويفضل يتالم. الناس تقول لي، انا كنت بدي محاضره النهارده، الناس تقول لي عندنا الاطفال بيعاني من الام مفاصل. طبعا زمان كان الام مفاصل يعني عنده بص ستريبتوكوكال انفكشن، عنده دايما التهابات في زوره، والالتهابات اللي في زوره دي بعد شويه بتعمله الام مفاصل، بنسميها حمى ايه؟ حمى روماتيزميه. فالحمى الروماتيزميه دي كنا بنديله بنسلين طويل مفعول عشان ما يجيلوش اصابه، عشان ما يجيلوش اصابه تاني، ويفضل على بنسلين طويل مفعول بقيه عمره. وطبعا ده كلام ما يرضيش ربنا، لانه البنسلين طويل مفعول هيقضي على نوع من البكتيريا، بس بقيه الانواع مش هيقدر عليها، وخلاص بقى ويك انتي بايوتيك. يعني ايه ويك انتي بايوتيك؟ يعني بقى ضعيف. السلالات الجديده بقت شرسه، خلاص السلالات الجديده بقت شرسه، ما بقاش ينفع معاها ده. فبقينا بقى ندور على المناعه الطبيعيه تاني، ان انا اشوف مفاصله تعبانه من ايه، بعمل صوره دم، بعمل حاجه اسمها املاح الدم، بعمل حاجه اشوف الوظائف كلى وكبده، اشوف ايه الموضوع بالظبط عشان اظبطه. اغلب الاولاد بيعانوا من الام مفاصل، عندهم انيميا ومعاها صداع ومعاها الم ومعاها ضعف مناعه، لكن ما فيش حد بيفكر في الانيميا دي. طيب ايه تاني؟ عندنا الاسهال. الاسهال طبعا اللي بيرجع بيسهل، وكان عندنا زمان لما بتيجي نزلات البرد العيل بيرجع ويسهل، بيرجع ويسهل كده، حلو، يبقى كل حاجه ايه مش نظيف. اي امراه، اي ام بتدي لابنها مصروف ويطلع يشتري حاجات هي ما تعرفهاش، لازم هيرجع لها بيسهل ويرجع. اكل الشارع، ايا كان بقى، معلب، مغلف،
مش عارف في ازايز، كل ده بيدمر الدنيا. طيب العيل عنده اسهال برضو، ده سيلف ليميتد بس امنع الاصابه عنه. انا لو ما اديتوش غير معلقه عسل وقطره ليمون كل ساعتين ثلاثه وشويه شوربه صغيرين وشويه كذا لغايه ما هو بيلحم نفسه بنفسه خلاص. في حاجات بتمسك الاسهال، بس انا يهمني ان الاسهال يتم. يعني ايه الاسهال يتم؟ زي الكحه، انا بكح، هي كحه جافه، الكحه الجافه على طول هتعورك، ده من مصلحتك ان يبقى الكحه فيها ايه؟ بلغم عشان يرطب شويه. طب البلغم ده هيفيدنا في ايه؟ هياخد معاه الميكروبات، هتلزق فيه فيروسات وبكتيريا وارميها بره. خلاص؟ امتى بقى لقاه من البلغم؟ لما يكون ضرب بقى تي بي، هيبقى عنده جونز فوكس وعمال بقى يدي بلغم وبتاعه بصاق ملو علبه، ملو حله كل يوم. فده بقى يسل صاحبه. يعني ده بقى مش حاجه بسيطه. فاللي انا عايز اقوله ان الاسهال ده في الغشاء المخاطي. وبعد على حاجه غريبه، اللي عنده اسهال باستمرار عنده الم مفاصل باستمرار، راجل او ست، ولد او بنت. اللي عنده اسهال باستمرار عنده راينايتس، لان التهاب الغشاء المخاطي واحد. فلو التهاب الغشاء المخاطي للفم للانف هيبوظ لي، هيعمل لي بلغم وبصاق هبلعه طول ما انا نايم. في عيال عندها جيوب انفيه بتبلع البلغم طول ما هي نايمه، يبوظ لها المعده، اعمل لها جاسترايتس، الام في المعده. اما دام الام في المعده يا يرجع يا يسهل. ليه يسهل؟ لان هو بيبلع مخاط كتير، فالمخاط ده ما بيتهضمش فيحصل له ايه؟ وانا قلت لكم مره جربتها مع طفل كان عنده جيوب انفيه وطول الليل عمال يبلع البلغم. انا قبل ما يطلع المدرسه قلت له لو سمحت خد معلقه عسل، خد معلقه عسل المطبخ. على بال ما طلع على باب الشقه رجع بصاق بلغم، ارض بلغم وبصاق. جاب البلغم والبصاق ده منين؟ كان بيبلعه طول الليل، كان بيبلعه طول الليل. خلي بالك من الكلام اللي بقوله ده. فالعيل اللي مناخيره مسدوده وما بيعرفش ينف وما بيعرفش يطلع البصاق ولا البلغم هيبلعه طول الليل، يبوظ له بطنه. وما دام هيبوظ له بطنه يا يرجع ها يا يسكت. واضحه وجميله؟ طبعا كل اللي انا بقوله ينفع للاطفال. وميزه الحاجات اللي انا بقولها اليانسون والحلبه والكراويه وكل الحاجات الجميله دي حلوه قوي قوي للاطفال. ساعات كنا بنحط اليانسون على الحلبه على الكراويه على معلقه قرنفل وندي للطفل ده. في اطفال سنه سنتين من اول ما اديني اعشاب اديني اعشاب، والله الصبحيه كده اديني اعشاب. ليه؟ بحط عليه معلقه من الخليط ده كله، يانسون على حلبه على كراويه، بحط معلقه وعليها كوبايه ميه سخنه، يا دوبك كده تخرط اصفيها واحط له عليها معلقه عسل نحل. ايه الجمال ده؟ غسل المعده والامعاء ومناخير والدنيا راقت. ده كلام يرضي ربنا. لكن انا الواد ده عنده مش عارف، اجري على الدكتور مضاد حيوي ومسكن وخفض حراره. ما نفعش، اجري على دكتور تاني مضاد حيوي ومسكن وخفض حراره. وانا ايه دواخين يا لمونه؟ مستحلين الموضوع؟ وبعدين الولد ايا كان بقى اسهال ترجيع مناخيره رجله، خليه يجري في الشمس كل يوم ساعه. اوعى تحرم الولد او البنت من الجري ساعه في الشمس. في واحده يقول لك ذكي جدا، انا بدل ما يجري ويكسر لي البيت انا اديله المحمول، يفضل ماسك المحمول طول النهار. بعد سنه سنتين يعمى، تلاقي المستشفى مليانه مرضى الاطفال عينيها ضاعت. وبعد عينيها ما ضاعت جاله صرع، في صرع اسمه صرع المحمول. ايبيليبسي صرع. يبقى عنده صرع وعمى وكويس قوي. وبعد كده يجيله سرطان ونجري بقى سرطان الاطفال، تبرعوا لسرطان الاطفال.